التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف التصعيد العسكري في القطاع وحماية أهالي غزة من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار النمساوي كارل نيهامر، حذر الرئيس السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار التصعيد وتوسع نطاقه بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. كما أكد الرئيس السيسي عمق العلاقات وامتداد الصداقة بين مصر والنمسا. هذا وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب الأوضاع الإقليمية. استشهد شابان في مدينة توباس بالضفة الغربية المحتلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف زوارق الاحتلال الحربية مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ويأتي استهداف المخيم الجديد وسط قصف جوي ومدفعي مستمر منذ ساعات بالتزامن مع عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال وسط قطاع غزة. أعلنت سفيرة مالطا فانيسا فرايزر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي فشل أعضاء المجلس في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت إنه لم يكن هناك إجماع خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة أنه على الرغم من ذلك فإن الغالبية كانت تؤيد بشكل واضح المضي قدما في طلب العضوية. أكدت الصين دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية الحادة الناجمة عنه يدلان على أن السبيل الوحيد لإنهاء تلك الحلقة المفرغة من الصراع هو التنفيذ الكامل لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ومعالجة النظام أو الظلم التاريخي الذي عاناه الفلسطينيون منذ فترة طويلة. أعلنت الولايات المتحدة أنها منعت موظفيها في إسرائيل وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع وسط تهديدات من إيران بالرد بعد قصف قنصليتها في سوريا. وأضافت السفارة الأمريكية في تحذير أمني على موقعها على الإنترنت أنه يحظر على موظفي السفارة الأمريكية وأفراد أسرهم السفر لأغراض شخصية خارج المناطق المحددة حتى إشعار آخر. نددت الولايات المتحدة بصمت المجتمع الدولي حيال الوضع المأساوي في السودان. وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن بلادها تأمل في سرعة تحديد تاريخ لاستئناف المحادثات قبل أيام من حلول ذكرى اندلاع النزاع. وشددت غرينفيلد على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي المزيد لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أنه حتى الآن تمت تلبية 5% فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني للسودان. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على قوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك التي تربط واشنطن ومانيلا. وأصدر الرئيس الأمريكي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفلبيني فرناندا ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضربات التي تشنها موسكو ضد منشآت للطاقة في أوكرانيا تسببت من قطاعات واسعة في التيار الكهربائي، تأتي في سياق العمل على تحقيق هدف بلاده بنزع سلاح كييف. وأضاف بوتين خلال استقباله رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بسلسلة من الضربات في الآونة الأخيرة. وأتت تصريحات بوتين بعد ساعات من شن روسيا هجوما واسعا بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا استهدفت منشآت طاقة في مختلف أنحائها.